كنا عم نفتي وصل من الميداليات اسمعاني وزير الشباب والرياضة وابي الوداني وفقة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد سي سعيد المهنا ووالي منتدى الدولي براقي السيد الدحماني ونائب رئيس الاتحاد السيد سلمان العمران. تسلم الميدالية من سيد معالي وزير الشباب والرياضة لحكام الدوليين داش مصطفى وبردة محمد. Thank you.
كبيره.